أنا منصور إسحاق إسرائيل داود بنيامين رحامين. عانيت معاناة كثيرة جدا من عدم التسامح الديني في السودان. إذا كان مثلا أنت بتتكلم مع واحد يقول لك اسمك منو، بتقول لي يا أخي أنا فلان الفلاني، وقت يجي اسم إسرائيل يقول لك أعوذ بالله، فيعني يستعيذ بالله من اسمك وقدامك وما بديسة ولا بيختشي. لما مشيت أطلع الجواز الضابطة دي قابلتني بعنف شديد جدا جدا، وقامت قالت لي إسرائيل 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 ودار تأخذ جنسية سودانية. قلت لها أنا دار أخذ جنسية سودانية، قلت لها أنا سوداني متولد في السودان، وأبوي إسحاق إسرائيل كان شغال في وزارة الأشغال، ومعظم الأبنية الشايفها قدام عينك في السودان والمدارس والجامعات كلها قامت على أكتاف. كان ممكن أكون أستاذ يعني في واحدة من جامعة لندن، لكنه الظروف والانتماء لأجدادي اليهود هو الذي حال بيني وبين نجاحي. إذا لقيت فرصة ما بتوانى، وأتمنى أشوفها، أشوف بلد الأجداد عندها القروش وعندها التكنولوجي وعندها العلم، ودينا كلهم صالحوا واستفادوا، لكن أن إحنا خلونا مع الجبهجية وإرهابهم وغراماتهم.